محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونسم عبده وأعد جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا هي مخلصين له الدين وله كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا هي مخلصين له الدين وله كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله
صدق وعبه ونصر عبده وأعز جوده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد فسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ونعبد إلا إياه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله شكرا واسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحسم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا
قريتي سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونماريق مسكوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وكبره تكبيرا والله أكبر ولذكر الله أكبر فكبره بكرة وأصيلا وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا بذلك، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما أمرنا بالصيام تحقيق هذا التقوى، كما قال جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مما أريد الله سبحانه وتعالى يوم أجل كي أعيشك مما أنا أدري شيك ودما أجيبه سوء كبيركوس وبولان رمضان أجيبه سوء ديبتن وعيد الفطر abeligian na isa akit masan wallah na panalamat si wallah na ku kami biya ginawa kami ya pasad dano so sumiyabat bulan Ramadan kami agay tano agay po akatano wallah ini paliwagatan niya tig wallah so kapang masayin si kumbulan Ramadan sa datapin o kinipaliwag na miro na tigwalwa si kumbiyang ako una niyo sa ayabu ang sabab yan na ang karumakas wa manangila ang pangalumaan sa tigwa maalakal si Allah subhanahu wa ta'ala yun ang itumulaan kumbulan Ramadan si umali muslim na sumuslim na mitagumpia uli na kaya sawitan niyan so kaya para sa gadun o bulan Ramadan na kailin niyan si kukinawan niyan so rarat o galaksi ko ma niyata ko lagyan ko to ang galaksi ko ma lagyan ka iya galaksi ko ma na piyaka ilutananan ang kinanglan yung si kumuslim berau ta kapatai inum ta na sisi kan ya nabi agar si Allah na gun sisi si agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Yesus kan wa tiya nam ya marat ya na kalak ni swata satitu titwa kalak na gubakan rau ta kapatai inum ta askalo na maka muslim na. Agir kaya tiapa ka sedek ubulan Ramadan nagi tuba apian bulan yang kita no seperti dua kata makna akal si Allah subhanahu wa ta'ala apian kutu ini pangkai wallah maha balas apa pampada dan sangka iya bulan Ramadan naso kabu saya nama ulama tanu adiun di tetap wallah sumanga balasnya yang kutu akan tentu wallah aman amila salihan min dhakarin aw untha sanat ibu Allah sang berpok sabab ya si ibu mga dito nagu si ibu mga bayi wa huwa mu'min nagu sekalian na mapaparatia sekalian na ato na imbala sunu Allah fala nuhiyan lahu hayatan tayyibah na pagapaginan tau nami sirat at ibu Allah sa kawiyawiyah damamiya wala ka diziyan na hum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun nagusabun sabda ratibu Allah ang balas at namisiran sa balas mala apya balas at dumadait si kong mga gilpokiran ang mga pipya nagyan ko ito ang gilpok sa mamiya na siguradun akil na iukuman ni muslim si sa dunia na ay mana na sa lugar na mauri sa datang ng mga wagi ko makikawahin si kapuda sura
شوف الآيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه صدق والله سان بيرقص سامبيا أساساً nasam sa mga kakilay na yung kilay niya ito. Kilay niya sa maradiyan, kilay niya sa balasyan. Wamay yakal mitpala daratin, saray yara. Nasan mabuti wala sa gulpot sa sati manamata. Nasam sa mga kakilay niya ng mga sa maradiyan, si isang kaya niya na ay pala nasa manamoy. Ito sabab, aya sifat ng Muslim na umani gulupok iyan na di niya yung babag itong ino, iya iya gulupok na mapia na umapia na gulupok aga agad wang kasumbala siya ukman umarata na dal ala sisa wang mainong taso tao kami gulupok sa diyan kuto umarata yun yung sabab liupan siya ko kalak siya kwa ta pemulaan Ramadan na isat na niya pamulang Ramadan nagyan ko to akang kapuyat inin si ko muslim si ko binya ni kang bilbog sa mafia may ito pala nagyan ko to adyong ni katatak pa wala berpiaso sa satiman kundi na dura ka atas sulat na usikam kasumpuyang isi ko mula na Ramadan na diyong itertak wala nagito inanaw sa suwala na sukaya kahiliyan ko na may ito na mala kahiliyan ko ba kumbala sa niyan sa pala, ang iyan po ang mga mga gulubo, mga mga sipa, ang mga o mga Muslim. Isang abya mula o Ramadan, ang iyan po ito, lalayang katimu sa mga Muslim, si Masjid, na isa hikma o kambala gima, kataman si Musunat, na di tayo ni mga gima, si bulan Ramadan, na isa hikmasan, na ang-gadan agir ko to ang ikapakagkakala niyo mga puso. Kaya kalalaman na basta mintil ka pilay, mintil ka kapatsi ko kasumbayang na putara niyo mga puso ka. Nagito isa ikma o mababa si ko kipapalibot niya si ko mga dito o kambara juma si ko lima wakto, si ko lima wakto, si isa surda masjid. Nagyan ko to di ka pagkakaran niyo puso kami ginawai na isanan isusubo ang mga tano ipapaligot yan sa datar na nagyan ko tuwa kaya tawang wala si kumdaayan infa bilatihi aksan infa bilatihi aksan ayaw manaw nung nauwan na makanggil mo na sa marata na ayaw sambil kaun na sumakyan o anon ang makanggil mo na sa marata na ayasam kita kaum na sumapia na ato na imam pulau na ugitu itu gelbuk na muslim fa inal ladhi bayna kawabaynahu adawa kaan na huwani yung hamid na apay kagitu yung gelbuk na muslim na upama kuad na rinuyo na pungbali na mabadun at ito rin ginawa kumulan wala sokoso si kumani muslim apay kaayang pitiran nawad na makanggil po kiran sa marata na ayang isimoyan na sumakya. Kami ami wala kaan na ho wali yung hamim sa pangbalay sinambun sa titwa ng Puginaway. Yanit mo ba isa miya pa mula agil kaya bulan Ramadan na ilip pa mo yan yan so dita rin di kapaga gusto si mo tamo-tamo para si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dekat mo po dia ilmu tu akan terwanya nun awama tumpiku min khairin juwa fa ilaikum dan nanti buat ma akun gusto niyo amapia para si Allah ilu tanah syukin pengaruh Allah wa antum la tubnamun kamata nanti buat ma askanu man na kenau bermiskanu lalima kaso dia foto a ipumbuli yung Muslim, asyidkan yan, zakat yan, zakatul fitr, ukup yan, kadro mafia, na sabirut wala, kaulisabi wala, na tiginan yan na lima miskan. Nakagis wala, na kawalupan na lim, na nanguan, na kusa na si waluman yan, na kanawar ko to gulbat, kaya mataan, na sabirin yan, na blawan yan. Dito yung isa, kawangan mo Allah. Dito yan,
aking pamayag wala matanong na giyang po ito ditanong di kapakapagita sa si mga Muslim. Abo niya niya aloy yung Nabi sallallahu alayhi wa sallam yang atita yan ni Zayd ibn Khalid al-Juwani at igyan at ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam man fattara saliman saan natin yung Nabi sa mga dutas niyan sulima muwasa kama nagiging isa sampun aswaluma sigong bulan na Ramadan laburong sigong bulan na Ramadan na ipagpamayat yan. So, di kang gusto ang tamok para si Allah. Saan natin yung Nabi? Saan gusto na paka-dutas niyan? So, di po siya. Kada na humit makadrihi na ayang balas yan, na data po balas, po kwasa, o miya paka-dutas yan. Bayraan na humlayang kusumin adri sa inisay na nagudakulubot si mga kwasa niya. Ano ba ayang ano to? Nabang kami yang kuasa belas o kuasa o piang atin kas ka. Nakana ubut 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 siya kukuasa niyan. Nabang ubut ubut iso kuasa ka. Kas ka amya pakatin kas ka. So di po sa na ipaguman ko siya kukuasa ka. At yan po kong abalas kaya pakatin kas ka siya upagawin ka alus ni. Yan po tulad ng hadith ni Al-Imam At-Tirmidhi. Yan po ito ang yalitan ng kagiya. Isa apian pada bulan na Ramadan agian pun akan diginawai agar kalimuai kap mama apa kap relai nagian na iya katul wawa wa antarfu akram lit taqwa wa la tansawul fadla bainakum wa timwalla o merilai nganu nagian na ni pinakamara misiku kalak siwamu pinakamara ni si Kukalak si Kuala. Kaya maana niyan? Na aya ko nga ubulan ng Ramadan na doon ko ka, diyan ko to, takwa, diyan ko takalak si Kuala. Doon ko ka. Diyan kayo nga buka ko ng ilahi na mas marani si Kukalak si Kuala. Na upang maubungan pag inyayin na iayayat, diyan ka iayayat na mas marani suka prerilay si Kukalak si Kuala adi suka pangwasa. Mas marani suka prerilai adi suka panguasa si kongkalak si kuama adi ayah ina liwa mana akrab ayah mana akrab dan mas marani ya kutu ama pasangin karila ma pasangin karapi dan mas malai kalak si kuama adi suka panguasa ini mana dia kutu ayah wa anta'fu akrabu intaqwa umpama kau hilangkan mati kuama dan mas marani anan si kongkalak si kuama wala tansawul fadla bainakum nagubaniyo pangalilipati so miyang gelo ko miyang gelo ko isang anong amapiasi kong diyan wala tansawul fadla bainakum baniyo pangalilipati so miyang gelo ko isang anong amapiasi kong diyan ayaw maalang yan ang balasan ako balasan ako wa ma sallallahu abdan bi afwin illa hizza ya'rif na hadith man yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin man ay swatiyan so manusia uli na so muslim mamasangit ka rilasi po kagirinyan na kuman man ang wala sudara datyan kuman man ang wala sudara datyan wa ma sallallahu abdan bi afwin illa hizza da atigyan a muslim a mapasang ikarina si kumpedian inunta na bukman-manan Tuhan Naswadar sudah ada dia sunang yang naguso kapian yang sa detak lagi yang kutu akhir turun al-hasab ibnu Ali mana iseng yang mga sampun kumantuna i mga sifat kumyana una tanu na mga sahabat so hasan naskan yang so kaka awata ku Ali radiyallahu anhu sa isa sifat yan pantay sa ngayon ka iya kang mababa at higit man ay lawan na radulan upang mga tipu Hasan o anda sa katawa mama sa tamani pinudu ni Hali na inipamaninta ako niya na tipu Hasan sa kaya sabi na kanila mana pinigil na inipamaninta niya mga tipu Hasan wa tada na pinudu ni Kukra na kabil tuhudra na kuya niya na tigyan na biya mga nilang sarila sa kaya sabi na kanila na terima na ang
niya pamakinin sa ito. Yung kagulo nila yung katmamapan. Hindi ka makita yung sukasan na sa wala na niya mga nisaya si Musabula sinya nito si Musabula at ang ilan yan at doon pa na ating asal ito alin at yung ito ang niya pamakinin niya ng sabi na. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kafatil muslimin min kulli dhunubin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una wa rabbana bima allamtana. Mala'uidu Allah subhanahu wa ta'ala agyaka iyakai uskubulat rabadan na kanawwa ayamidu turu'udu na betalum amin magumal ka yan kaya bulan na Ramadan na upama na kubiling niya sa Muslim upama kung kubiling mo yan na sumagay doon lagi kaya bulan na Ramadan na kiyaw yata kuman na kita taro siya kaya nga yan kuto kailupok yan ang mapya isa iba natin aso Muslim na kiyan kuto paratiyan yan na kanaw ba matatang si kuras ama na umong maso diyama at naroon din siya kaya. Umong maso bulan na Ramadan, naroon ko lima matiya sa Quran. Umong maso sisi sa Mangka, Binay Haji, naroon ko din rumya mupo at ang kaso mga surat yan. Nakalabod na tao to, so sifat o Muslim, kaya sifat o Muslim na mintin. Mintin ang iyo ko to, ang iyo ko kaya ang mapya. Sa ayat ibo natin, na guni umaw at sunan kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayang kalalaman na si umasa at o yung yun na sumang asahaba na mananamang sila at yung pili lang tsunami na sumang muso makaw yata sila na nakagiyang umaw at sunan sallallahu alaihi wasallam na anda mga muslima yari agiyang mga paratiran. Bida, nabu bida, o kapil na yung nabi, nabu sino mo yung miyawakan yan. Na bida ro, so Abu Bakar, radiyallahu anhu. Sa tigyan si mga tao, aman ka na ya'budu Muhammadan, pa inna Muhammadan kadmat, kaya tigyan mga manusia, at ibu Abu Bakar. Saan na tigyan sa ayap simba niyan na si Muhammad? Okay. Saan natigyan sa ayat simbol niyan na si Muhammad na siya tigyan si Muhammad na miyawad. Ama na siya nito mga sasamura siya kong mga Muslim ayaw mo ang kapakabubo ng palateran na guli o kunyang-unyang sunabi. Na so kiyawad niyan na piyali, kiyaw ba yan? Na saan natigyan sa simbol? Oto, dataro ini inilangin yun at yun po ito ayaw mo kapakapukulong palatihan na siyong masa ako yung yung gabi na dito ayaw mo kapsimbol na sa Muhammad yung imana yun o pangatiru Abu Bakr saan natin yan sa ayaw simbol yan na sa Muhammad na ako sa Muhammad ang iyo ka waman ka na ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yaqum na sadun man sa ayaw simbol yan na sa Allah na sa Allah na kuyang-kuyang dibutan. Na ewan ko katiro isang mga ulama tato apatang sa gilang ito katiro Abu Bakar. Ini kumpil yan ako sa kaya bulan na Ramadan. Ini kumpil yan sa kaya bulan na Ramadan. As yakin ya Muhammad o kusay ni ako. At higit man ay aman ka na ya ako ng Ramadan. Saan natin yan sa Muslim? Ayap simba niyan na suwamatan. Saan natin yun sa Muslim, ayap simba niyan na suwulan Ramadan. Ayamanan niyan ay tuturo yan na sabihin sa Muslim, ayaw mo, kamong Muslim yan na sikong bulan Ramadan na pain na Ramadan at ating taba. Na suwatin yan sa bulan Ramadan na niyapasan. Niyapos. Niyapos sa bulan Ramadan. At hindi nito naman yung suparatiyan. Di ba ba kayo?
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لم يسمى سمى ايام سيكوني رسول الله ربنا شكرا لرمضان رسول الله nah huyak-huyak tatap adidun betai nah gitu ba asu muslim nah ayah sifat yang nah dia kutu ambil bagian apa ya nabi tak tarus sa ngetar bangku dia kutu ya firun Allah sehingga ini rupaannya musifat umat kumin hati jenna dari Allah di ala salatihim da'idun sehingga nama kumin nah ala salatihim da'imun sisi-sisiran mintin si mga sampo yang ilan apa naga mami mintin ang iyan kutu ang mga sampo yang ilan dan tari mo mo ang iyan kutu ang atro Isa alaihi salam sisa sisa Quran ati ko Isa wa usani bis salati wa zakati madu ito haya ini wasiat lang natin ko Isa wala so itindigan si mga sampo yang nagusto ipagal ko mga zakat Malum tu kaya gayon sa uyang uyang mo. Di na suri sa alay sa na. Na ini sumun susampaya, ini sumun subiya ka tangan sa diskanyan matay. Na nabi ito, kaya po nasok na ba nabi. Na detalye mo mo, kaya po ito ang ateo Allah. Awa'bud rabbaka hatta yatiyak al-yakin. Iyay na sinhe, ipiwa si kulaw na muslim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyak al-yakin. Simbaga sukat dan ka taman sadika moma kapatay. Taman sadika moma su kapatay na su simba na kita tarus din. Kita tarus din su mga simba dyan. Yuti sabab. Lala yung talun di mamangki simba ba sa taufikang tanunian kita nung limang gelbok sulangwan at gelbok kay papaliwag yan nago sa mga sundra o Nabi sallallahu alaihi wasallam si pumulan ng Ramadan at taka si pumulan ng Ramadan na mamimintin ang iyan po to ang itarabigat gelbok kasi kung mga pipi ang gelbok nago iyan po kami alit tanong aso kang mamapa na tanong tanong ang mas marami ito si pumulan si kwamba ang suka pagwasa wa anta ako ang karabulin takwa kaya manan yan na mas kana ini bukit wala amanas sa mamang kita si wala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك او علمته احدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإلهام همومنا وغمومنا اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعلنا إخوانا في الإيمان والإسلام
اللهم وحد صفوفنا ووفق ولاة أمورنا واجمع كلمتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد آراءهم واربط على قلوبهم وسدد سهامهم وآراءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.